بيتوه هنعمل انهي جايد لاينز. فانت ازاي تخلق يكون عندك هيلث بوليسي؟
ازاي يكون عندك هيلث بوليسي؟ ده معناه انك لازم تعرف يعني هيلث بوليسي. هيلث بوليسي ديفاينز ار بابليك بوليسيز اور اوتو ريتد اوتوريتد ديزيشن ذا بروتين تو هيلث اور انفلوينس ذا بيرسيست اوف هيلث. الاخر كده السلايد دي الزتونه بتاعتها حاجه واحده، لو ما عندكش سياسه صحيه واضحه النظام الصحي بتاعك بيقع. طب عسل سؤال، مين بيجي قبل مين؟ البوليسي قبل السيستم ولا السيستم قبل البوليسي؟ اللي موافق ان السيستم بيجي قبل البوليسي يرفع ايده. طب البوليسي قبل السيستم؟ يبقى انت لو ما عندكش بوليسي، لو ما عندكش سيستم، يبقى اللي انت بتشتغله ده كله لما اجي اقول لك مثلا ايه؟ مثلا انا عند دكتوره ميمي عشان هي صديقتي العزيزه، لما اجي اقول لها دلوقتي وريني انت بتصرفي ازاي؟ انا عمري ما اقول لها كده. لو انا سالتها وتقولي لي سياسه الصرف عندك ايه؟ لو ما عندهاش سياسه الصرف يبقى كل بيتعمل ده بيتفرج مش مبني على عمل مؤسسي. عشان كده عشان تنجح اي مؤسسه لازم يكون عندك عمل مؤسسي. فورمز اوف هيلث بوليسيز احنا عندنا كذا نوع، هم خمس انواع، بس انا بيهمني النوع بتاع رولز وريجوليشن، لانك لما تحط قواعد القواعد دي اللي بتخليك تتحكم في الموارد بتاعتك. بان انا بتكلم على ريجوليشن انا كان لازم يكون عندي احنا ليه بنعمل ريجوليشن وليه خلينا النص دي اللي هي الجزء المسؤول عن البيولوجيكال برودكت التقييم وكل ما يتعلق بيه البيولوجيكال برودكت في مصر اللي بنسميها ادويه البيولوجيكال في الامينولوجي ليه كانوا جزء من المحاضرات بتاعتنا. احنا ليه بنعمل ريجوليشن؟ All substances are poison. There is none which is not a poison. The right dose, different differentiation, poison, and more and aromedy medicine. ان كل الادويه ممكن تتحول لبويزن لو انت ما استخدمتها صح ولو انت ما عملتش ريجوليشن صح. احنا ليه بنعمل ريجوليشن؟ عشان نتاكد من الكواليتي والسيفتي والبوتنسي، هنعرف البوتنسي، وعشان عندك في حاجه اسمها بيولوجيست بتحصل في البيولوجيكالز. عشان كده محتاجين ريجوليشن بكل الكلام ده. Updates, national MRA اختصار National Regulatory Authority, strengthening activities by WHO. طبعا انتوا عمرك في سلايد. النص بي هي الهيئه المعتمده من منظمه الصحه العالميه في كل ما يتعلق بالبيولوجيكا الخاصه بالفاكسينز. انتوا النص بي وايران باقي، احنا اثنين بس في الميدل ايست صح؟ فانتوا تخيلوا ان انتوا عندكم في مصر كيان معتمد من منظمه الصحه العالميه هيديكم تريننج، هيشارككم النولج بتاعتهم، هيرفع لكم المعلومات اللي عندكم ويشارككم المعلومات. ده مقدمه بسيطه على اللي هنعمله طول اليوم، اتمنى انها تكون فتحت سكك كتير. شكرا جزيلا.